حلم بالعيد. مرحب مرحب بالعيد. عم وانت بخير مامشكو؟ وانت بخير وانت بخير. سمعينا سمعينا مسلسل امي، وين بدنا نروح بالعيد؟ على جهنم الحمراء. عرفتي لوين جهنم الحمراء؟ حلو هذا المكان يعني اكثر ما تتصوري، مكان بجنن والله. شكلنا راح نكيف كثير. اوه وهي كل فايق كمان. صباح الخير. طبعا بدنا نكون فايقين، بدك نايمين. كل عام وانت بخير عبده حياشي. يا ستي وانت بخير. الله يستر بس من اول نهار العيد. الله يستر من طلبات ابا. امي ما بدنا نفطر؟ صرنا شهر كامل صايمين، اشتقنا للفطور. انت ما بدك تفتي ابوك بقى نفهم كلمتين. ام جهزت لك فطور راح تكيف عليه، ولا تشرب قهوه بالاول يا عبده. لحظه شوي يا عبده، بركي شوي. فطور وقهوه؟ لا انت مالك ملاحظه انه كانه شوي في قلنا بالموضوع من دون لف ودوران. تخيل الموضوع بسرعه، ايش بدك؟ صراحه بدون لف وكذب في شويه اغراض كنت بدي اجيبهم لعيد حلويات نسيت اجيبهم. بدي انزل هلا على السوق اجيبهم، وبدي اروح اعيد على امي واختي واخوي. اي وليه عم تقولي لي؟ خلص روحي عيدي واعملي اللي بدك اياه وجيبي الاغراض بدك اياهم. بدك مصاري يعني؟ هلا من ناحيه المصاري تخاف، انا هيك هيك رح اخذ مصاري. بس بدك تجي توصلني انت وبالسياره كمان. سياره؟ اوعك اوعك تفكري مجرد تفكير. يوم اول يوم العيد هلا بكون زحمه الطرق مو طبيعيه، ما ناقصنا نعمل حادث. خذي تاكسي. ولك ايه تاكسي ما تاكسي ابو عبده، لا تنزع عنا مرانا من اول نهار العيد. عبالك بدك توصلني انت. خلاص 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 خلي عبده يوصلك. عبده هذا ايش بحمه بالسواقه؟ ناقصنا يعمل لنا حادث اول نهار. لا بيعرف يسوق، انا علمته، وغير هالحكي ما في. يا اما روحي بالتاكسي. امري لله. خدوج قومي فايقي لاخوك عبده. فايقي على مهلك، بس دو حركاتك هيك وعيالك ما بدي مشان يوصلنا. يلا بدون ما تعملي له شيء. يلا حركات على اساس انا من ذنبي مو امي، ما هو عطوت بلاني. يخرب بيته ما استنت فيه. انا بفرجيك. يخرب بيته على هالنوم، نوم اهل الكهف ان شاء الله. ما بقى عندي غير حل واحد. شو بعمل؟ قوم امي قضي بدهم اياك ضروري. امي وابي واولاد فايقيني هيك والله. طب شو بتطلبوش تعي لهون؟ قوم لك شبك ما عملنا شيء وليد اخيكم. ما 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 راح ابدا بده يضربني. كيف عملت له شيء؟ ما راح يضربها هيك لله بالله. ايش عملتي له بريك؟ وين راحت؟ عم تضربيني وانا نايم؟ والله بدي موتك. خلص عبدا حقك عندي، انا باخذ لك حقك. خذ تاكل هم، هي حقيره مالها ترابيه. يلا ادخل انت غسل وشك صحصح، بدنا نروح مشوار بالسياره. يلا هلا انتوا فيقتوني كرمال هيك؟ ايه وانا ايش عامل لكم يعني؟ روح غسل وشك بسرعة، بدكم تجيبوا شوية شغلات من السوق. يلا ايه وبدي اروح لعند امي واختي واخوي، وبجوز اعدي على خالتي كمان اعيد عليهم. تم حدا ما بدك تزوري اليوم من اول نهار امي؟ تم حدا بالعيلة شيء؟ بعدين انتوا خططتوا وقررتوا ونفذتوا كل شيء. امبارح انا رح اوافق لكم، امبارح انا رح اجي على كيفكم اروح مباشرة. انا كنت عارفان هي الاشكال ما بتجي بالزو وما بتجي غير. وين حطيت الشنطة انا امي؟ روحوا معي. لحظة وين راح؟ حد اختفى مو كان هون؟ اوف عبادة عم اتصل. شوفو الو الو. لا تدور علي بابا، ما في داعي، اسف بالسيارة. يلا خلينا ننزل بسرعة، بستنى هون بسرعة. بس ما بتجوا غير بالعين الحمراء بسرعة، ومسح السيارة لو ما يجوا عندك. قومي يا عبادة بسرعة. يلا عم بستناكم بالسيارة، خلي يوصلكم تاعو. وانتو اللي عم تشوفوا الفيديو من حيط لايك لسه، حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. لحظة شوي، هي قالتي عم تعمل فطور كانت. ام عبادة يخرب بيتك، وين الفطور؟ كان من الاول، كان من الاول ضروري ابوك يسمعك هالكلمتين لحتى تنزل. يلا عبده شغلي غنيه اليسا يا مرايتي، خليني اتاثر شوي. لحظه شوي، هاي الحقيقه جايبه لهون. شايفه امي؟ شايفه ابنك شقيه طويله؟ اطربش لك يا هلا. قول خلصنا بقى، خلصنا بقى انتوا وياكم شرشحونا بالسياره، خلصنا يا خدوج، خلص بكي علي. يلا خلصنا نطلع عن تنشي، اول شيء على السوق. هاي يلا بسرعه. يلا امي بدي اروح اعيد مع رفقاتي لانه على مهلك على مهلك على مهلك. ولك شو بك امي؟
لسه ما شغلت انا. على مهلك انا انا ما مستعجله انا ما مستعجله ما بدنا نخبط حدا. على مهلك انتبه انتبه الزلمه تضربه. ولك امي شلون بدي اخبطه للزلمه ولسه السياره ما شغلتها؟ خلصنا بقى امي خلصينا خليني يمشي ونمشي بقى. اذا راح اصور لك كم ستوري حط لي لسه يا واطي. انت هذا اللي شاطره فيه بس وين ما طلعت تصور ستوريات. بس عندك خليك واقف واقف هون خليك هون صدقني تنزل. ها خدوج تعال تنزلي معي انت يلا. نعم انا لا ما خرجت ما خرج ما خرج النوم امي برا شوب شو شوب نعال كثير وما خرج امهره تعبانه ولي داخلكم احترقنا من الشوب امي ما خرج من ابوري. بس صدي لبوزك يخرب بيتك شو قبت نقي خليكم ما بتاخر انا. عبدا نزلت امي نزلت يلا 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 فورا. Ah ha ha, go go go, ah ga ga, oh ho ho, ah ha ha, oh ho ho. صدق ما حدا من بياتكم بيجي بساعدني كمان. Ah ha ha, go go go, ah ga ga, oh ho ho. يخرب بيتكم عم تروصوا بالسيارة كمان. خلصتوا يمي؟ تعال نزل حط اكياس بالباكاج تاع يلا عقوبة لك. يلا حاضر امي حاضر. امي تم في شي ما جبتيه من السوق؟ انا بس اعرف هدول كلياتهم شلون جبتيهم شلون شفتيهم؟ خلصنا امي على البيت مباشره. مين على البيت؟ ايه على البيت عشان انت مستعجل كثير. لا حبيبي لسه بدنا نروح عند بيت جدك وبيت خالك وبيت خالتك وبجوز عندي كمان عند بيت خالتي. انت امشي يلا امشي يلا. لك بدك تدفي على العيله كلها يا عمي من اول نهار عيد لسه قدامك عيد طويل. شبك لك ما بدك تفهم حكي انت. وانا عم بقول هيك امي وانا كنت عم بقول هيك لازم لحق عشان لحق لطلع العيله كلها. يلا كل عام وانتم بخير تقبروني. الله معكم مع السلامة. يلا امشي. يخرب بيته صوت شخيره لاخر حرام روح بتطيخ. ايش في ايه مين مات مين مات بياع الجز مات. يلا امشي خلصنا يلا امشي. وقف قلت لك بدك تسوق نايم ناقصنا تعملنا حادث. تعال انزل انا بدي انزل اسوق. تعال بدي المحلات. شو انت بدك تسوي امي؟ اوعك ناقصنا حوادث انت بتعرف تسويه. قولك هلا تاع ما رح يصير شيء فكرني بعرف اسوق تاع. قولك انا ايش كان بدي؟ تصطف لي منك لابوي السياره لالف. تعي تعي انت. شهدي خدوج هي صارت تسوق. ها انا مالي لا عزمتنا. يا اخي شبك خايف انت؟ هلا شوف اتعلم السواقه من امك فكرني بعرف اسوق انا. اها ها جو 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 اغا غا اهدي امي اهدي تبي سيارات قدامك اهدي ايه تعملنا حادث. لك ايش ما خايف انت طول بالك. شوف هذا الحمار شلون كسر علي. ولك يا حمار وينك طول بالك علي. ولك يا حمار طريق اللي قدامك بالك شايفها بتكسر علي يفضح كبرته. ولك امي انت اللي كسرتي علي الزلمه ماشي نظامي انت كسرتي. تبي سياره قدامك قدامي بطلع. راسي ولي دخيلكم. راسي يا ظهري الصار. يا جبيني على الصواب اللي اكلته. ولي الزلمه انتعشت سيارته امي وراح الرفراف اللي قدامي. بتعرف يا ابوي اذا بدرا ولي على هالمصيبه. ابي الزلمه نزل من السياره جاي لعنا يخرب بيته جاي لعنا هاد. ولي هذا جاي علينا ايش نعمل عباده؟ نعم عملي لحالك انا اتحشيني معك مو انت بدك تسوقي صرت شوفيره دبري حالك باي باي. ولك يخرب بيتك عباده وين رحت؟ لا واطي يخرب بيتك تعال هون من زمان قلت لك هذا ابنك واطي ما كنت تصدقيني. شو بدنا نعمل هلا؟ ولا يهمك انا الحال عندي امسكي على السوا انا بفرجيك يا عبيده مو بدك تهرب طول بالك. قولي انا ما دخلنيش انا ما دخلني هولي ما دخلنيش. خليك مو بدك تهرب تتركنا خليك يجوا طرفي كسروك. مع السلامه. لحظه امي لحظه ثانيه خديني معك وين رايحه انت؟ يلا باي باي يا عمري وكل عام وانت بخير بحان على البيت بعد ما طرشوك. قولي والله راحت عملت الحادث وراحت. قولي والله انا ما دخلني. تعي خدوج تعي تعي تعي
حادث علقنا مع الناس يخرب بيته من حاله. خبطتك سيارتك كسر له ولرت سيارة الزلمه. شو خبطت السياره؟ وينه؟ وين راح الله؟ يا لطيف انت مين عمل فيك هيك؟ سأله يخرب بيتك من حالك. يعني عملت حادث وكسرت له بلورت سيارته للزلمه وطعشت له سياره ابوك وجاي على الطابه العيني؟ لا تخنت كثير ابو عباده، تخنت كثير. هدي علقنا مع الناس، هذا كل يوم بيعمل لنا مشكله. ها اصحابه شاطر ولا طبشه، كسره يخرب بيته من حاله. اه يا حقير بدك تعلمنا مع الناس والله تاك وقتل لحتى تفرق. كانت فاطمة محولة طلعتي معك، عم انتو بخير؟ عيدكم مبارك.